المثل يقول في واحد فداوي يشتغل عند امير، جاء قال له يا طويل العمر في فلان عنده حصان طيب. قال للامير روح لفلان وقل له الامير بيشتري حصان، انبعك اياه ولا اركبه وهاته. هذا الشيء طبقت السلطه التنفيذيه في تغيير العبث في الدوائر، هي راح اصلا ما حصل لها الغطاء القضائي راحت وغيرت قانون الانتخاب، ما هي مغيرته مغيرته، لكن كانت تستعمل خبث سياسي تبي غطاء من القضاء، لكن ما حصل لها هذا الامر. لذلك انا اتمنى من جميع السلطه افراد السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه القادمه احترام مواد الدستور، ويجب على السلطه التنفيذيه انها تنفذ جميع مواد الدستور بالدقه وكما وردت فيها، ولا تنتقي ما يمشي على هواها وتطبقه، واللي يمشي في مصلحه الوطن والمواطنين تركن على الرف. احنا محتاجين في الايام القادمه الى مجلس امه يمثل الامه فعلا، واول اولويات هذا المجلس تغيير عدد الناخبين بالدوائر. سبب المشاكل اللي نشوفها الان في الكويت كله لان القوانين تصدر من اقليه ويطالبون اغلبيه من المواطنين انهم يطبقون هذه القوانين. هذا ما راح يمشي، مسار اعرج. الاقليه دائره 40,000 يطلع منها 10، ودائره 120 يطلع منها 10. اذا هذول شكلوا مع الحكومه لوبي في المجلس راح يصدرون قوانين غير صالحه ومرفوضه من بعض المواطنين. لذلك اذا كانت الحكومه تسعى الى الاصلاح بالفعل وتعدل رايتها المكسوره انها تعدل قانون الانتخاب وتوزع الناخبين قدر ما امكن عددهم على جميع الدوائر. واذا ما سوت الحكومه هذه والمجلس القادم النواب مجلس قوم ما قاموا بتعديل عدد الناخبين في الدوائر، كل الشعب الكويتي يعرف ان ما زال الفساد مستمر والاداره السيئه للدوله مستمره. لذلك انا ارى اذا الحكومه نيتها صافيه في المجلس القادم ان اذا كانت حريصه بالفعل على امن الكويت وعلى استقرارها ان تاخذ قانون الانتخاب وتعدل عدد الناخبين، ولا يعنينا اذا عدد الناخبين كم صوت تعطي، صوت صوتين خمسه عشره ما راح يعنينا، لان راح يطلع نواب بالفعل يمثلون الامه كامله، مش نواب يمثلون جزء من الامه. حتى المجالس السابقه النواب كانوا يمثلون جزء من الامه، لان انا اطلع 120 الف ناخب وهذا يطلع ب 40، هذا يمثل جزء من الامه ما يمثل الامه. والمصيبه الاكبر ان هذا الجزء اللي يمثل جزء من الامه النائب هو اللي يفرض القوانين على الاغلبيه الصحيحه ال 120 الف. دائرتين عندنا الرابعه والخامسه تعادل جميع دوائر الكويت، يطلع منها 20، جميع دوائر الكويت يطلع منها 30. وين احنا نرجع قانون بالفعل يعمم على المواطنين كلهم؟ لا يمكن. اي قانون راح يصدر في هذا الوضع الخاطئ ما راح يطبق من الاغلبيه، دائما من اغلبيه الناخبين، لان القانون ما راح يطلع هذا للمواطنين كلهم، يطلع جزء معين من هالمواطنين، اما باقي المواطنين لا والله ما يطلع الامر يدل. ثاني شيء السلطه التنفيذيه يجب ان تحترم نواب الامه. مجلس 2012 السلطة التنفيذية لما حلته راحت تعبث في قانون الانتخاب لأنها عجزت أن تتعامل معه. جهة أغلبية من الدائرة الرابعة والخامسة يبون يطالبون بقوانين تمس هذه الدائرتين، لكنهم رافضين تطبيقها لأنها ممكن توصل إلى مناصب قيادية الحكومة ما يبونها. عندنا خلل كبير في البلد، مش بس القانون الانتخاب، مؤسسات الدولة كلها مخترقة بالفساد، الحكومة غير قادرة. الحكومة هذه الحكومة إذا رحلت لن يؤسف عليها، لأن نتمنى أن تجي حكومة تجي مخلصة. الحكومة هذه يعتقدون أن هذا التكليف اللي وكلهم فيه صاحب السمو أن عندهم يعتبر تشريف، وزير يجي مكتبه ووزارته فيها منخورة بالفساد، لين يخلص بس اسكتوا اسكتوا، ما يغير في الوزارة شيء ولا قرار يغير بالوزارة. حكومة تجي تفرض، حكومة ما فيها جامعة من 62 الى هذا اليوم والحكومه تمارس المواد الدستوريه من 62 لحد الان، حكومه عاجزه انها تفسر في مستشارينها تفسر منطوق حكم المحكمه الدستوريه اللي طلع قبل ايام، عاجزه عنه. تنتظر مواطن يطعن في هذا الحكم يطلب طلب تفسيره، مواطن مستشارينكم شو يسوون؟ هذا المستشارين عندهم حكومه يخطئون عند المستشارين ما تحاسب منهم احد. اكيد من امن العقاب اساء الادب، مستشار يخطئ والحكومه ما تكلمه وراح يخطئ وراح يخطئ ما يحاسب.
لو موظف صغير يخطئ خطأ بسيط أحلوه للتحقيق وعاقبوه ورفض راتبه حتى لو يجي متأخر عن دوامه. مستشارين يعرضون البلد ويشلون السلطة التشريعية سنة ونص، سنة ونص ما عندنا قانون، ما صدر ولا قانون. جميع القوانين اللي صدرت في المجالس المنحلة 2/2/2012 واللي تو انحل جميع القوانين صدرت غير دستورية غير صالحة للتنفيذ. وأنا أقول للحكومة المراسيم طلعت في هذه القوانين يجب إصدار مراسيم بإلغائها مرة ثانية، لا عشان ما تعرضوا مصالح الناس للخطر. جميع المراسيم اللي طلعت في 2000 مجلس 2002 الأغلبية والمجلس الحالي غير دستورية ومعرضة للطعن ما لم تقوم الحكومة بسحب المراسيم اللي طلبت من التنفيذ. شنو هي؟ لا ما خلص. آسف طال عمرك. المهم أنا أشكركم على حسن الاستماع وأنا آسف. قالوا لي ما في وقت، قال الشباب قالوا الوقت مفتوح. لحد الآن أنا فيني شيء بقوله. على العموم أنا أشكر الزميل على انتظاره وأشكر جميع من استمع لي ووسع صدره، وأتمنى أن هذه الرسالة وصلت واضحة للحكومة عندكم. يلا